ستر وعافية اسم على مسمى، مبادرة أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموية في قرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف. قوافل المبادرة تقدم الخدمات المتنوعة وكافة أشكال الدعم لأهالي القرية من المعونات الغذائية وحتى مستلزمات المدارس. لما نقول ستر وعافية يعني الخير بكل أنواعه لأهالينا، وده اللي تعودناه من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على مدار القوافل اللي فاتت. والمرة دي قافلة ستر وعافية رقم 24 اتجهت لقرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف عشان تقدم لهم خدمات متنوعة وكافة أشكال الدعم من خلال مؤسساته. كل الخدمات اللي بنقدمها المختلفة في القافلة لأهالي قرية سدس الأمراء والقرى التابعة والمحيطة بها، بنقدم ده عن طريق عدد من الأنشطة المختلفة. نازلين بألف كرتونة غذائية وألف لحاف وتلتمية هدايا للأطفال بنوزعهم خلال كرنفال الأطفال من ضمن فعاليات القافلة. معانا مواد غذائية، معانا حلوى المولد النبي، كل عام وحضرتك بخير والأمة الإسلامية كلها بخير يا رب. معانا شنط مدارس فيها كل مستلزمات المدارس. ده اليوم الأول من القافلة، ولو اتكلمنا مثلا عن التخصصات الطبية اللي فيها هنلاقي حوالي 18 تخصص زي البطنة والعيون والرمض والأنف والأذن والحنجرة، ده غير تسليم أجهزة تعويضية ومعرض ملابس وتوزيع أدوات صحية وشنط على الأطفال، وده بمناسبة دخول المدارس. اديني شنطة فيها كوباية وفوطة ومعجون أسنان وصابونة وفرشة، وبشكر التحالف الوطني اللي اداني الشنطة. والنبي على أكمل وجه، النبي كلهم طيبين يا رب، يخليكم ويبارك فيكم ويسعدكم ويهنيكم. خدمة حلوة خالص خالص، وناس كتر ألف خيرهم إن هم وقفوا مع الناس دي وكده، متشكرين على تعبهم. هم جولوا لحد البيت صراحة، عينوا الحالة وخدوا الأوراق، وفوجئت النهاردة بيكلموني وبيقولوا لي تعالي استلم الكورس. معرض ملابس ومية مية وعشرة على عشرة، وما نتحرمش منكم كلكم. مش بس كده، ده التحالف كمان شارك في توزيع مواد غذائية وألحفة وبطاطين، بالإضافة لحلوى المولد ولحوم ووجبات ساخنة ضمن مبادرة خيرك سابق. وكمان اهتمت القافلة بشق التمكين الاقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات الصغيرة، وده بمساعدة 300 متطوع ومتطوعة. بطاطين والحفة والله يعويهم ويعينهم ويقويهم ويدوهم الصح اللي هما بيساعدوا البلد وبيساعدوا الناس كلها. فيها سلع تموينية وفيها رز وفيها زيت وفيها سكر والكلام ده. أنا بشكرهم وبشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. أعطانا حلوة المولد وأعطانا كرتونة ونشكره ويسعد الزمان ونشكر عبد الفتاح السيسي. بصراحة أشكر السيسي جدا، جايب لنا حاجات جميلة، حاجات جميلة جدا خالص. شكرا جدا. كل ده وما زال التحالف الوطني بيقدم جميع خدماته في كافة أنحاء الجمهورية، وده طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لخدمة أهالينا الأولى بالرعاية في كل مكان عشان يكونوا دايما فرحانين وسعداء.